السلام عليكم بعدا والحمد لله. فحال تولت من جديد اخويا العزيز، انت راك تشوف كلشي على عينيك هنايا. ديك جوايه 5:30 فحال هكاك ترجمات عندنا الضاله ديال هاد فين ساكنين، فهمتيني؟ وانا كنت ليه، انا والخوادر، وكان الوالد. الوالد كان باغي يخرج مسكين خدام في طاكسي، فهمتيني؟ ملي كان خارج مسكين هو ترجمات. انا كنت ليه انا 2:30 وانا تحت سميتو. انت راك تشوف الضربه هنايا وماش هنايا، ودابا الحمد لله راه كان كل ما سي سميتو كون كل ما كان الخوادري. وداك الدري اللوين حموده شكوكو هو اللي كان واقف معاه تجبدوني مساكن، ما كنتش انا موت على مرضي. والحمد لله والله يرحم الاب ديالي، هادشي اللي نقول لك العزيز.